بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. فترة أسئلة خدمة يوم الثلاثاء 30 مارس 2021، وناخد مع بعض الجزء الثالث أسئلة أساتذتي وأخواتي الأحباء في الفيسبوك. ربنا يبارك حضراتكم. أستاذ موسى نعمة والسلام رب المجد بتقول: يا ريت تقول لنا نهاية الهرطقة أمثال أريوس ونسطور ومارتن لوثر ومؤسس مجمع جامنيا. طيب أشكرك عزيزي، وطبعا ده احنا كده داخلين في لب موضوعات الطائفية، وحضرتك كده يعني جمعت ما بين ناس رغم ان انا حتى لو لا اتفق معهم في الفكر ولكن جمعتهم مع اريوس مثلا. فانيوي حاضر اخويا الحبيب، ولكن لو هنتكلم على اريوس انا عامل موضوع برد على بعض الاخوة الاحباء الملحدين اللي بيحاولوا يدعوا ان اريوس ما ماتش بضربة من الرب، فعامل ملف تفصيلي وجايب أدلة تاريخية أريوس مات بالضربة اللي انسكبت فيها أحشائه، ودي جبت عليها بالتفصيل علميا وتاريخيا، وهحمل الملف ده إن شاء ربنا ودبر. نسطور أسمع عن إن نسطور البعض بيقول إن هو تاب في نهاية حياته والبعض بيقول لأ، فأنا هحاول أراجع النقطة دي. وربنا يبارك حضرتك عزيزي وأشكرك جدا على سؤالك. أستاذ موسى نعمة وسلام رب المجد أخويا الحبيب، هل النهاية اقتربت وبناء الهيكل ونحن في البوق الكام؟ بص أخويا الحبيب، ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة ولا الأوقات التي وضعها الآب في سلطان. ما أعرفش، أنا أقدر أقول إن احنا في الزمان الأخير، بس طول الزمان الأخير قد إيه؟ ما أعرفش. فبناء الهيكل هيتم وقت استعلان ابن الهلاك. ابن الهلاك هيجي النهاردة ولا هيجي بعد عشرات السنين؟ ما أعرفش. احنا في البوق الكام، الابواق متداخله، وده يمكن اثناء ما كنت بشرحه في سفر الرؤيا، ولكن اشعر ان احنا من البوق الخامس داخلين على البوق السادس، يعني حاجه ان بتوين، وزي ما قلت برضو الابواق فتراتها متداخله. فانا اسف ان انا مش عارف ادي لحضرتك اجابه قاطعه، لان مين انا الحقير ان انا اعرف الاوقات. فمحتاجين نستعد، النهايه بكره بركه كبيره، النهايه القرن الجاي وقت ما انا هسلم وداعتي، دي كده هتبقى نهايتي. ده اللي اقدر اقول لحضرتك باختصار شديد جدا. فاحنا في البوق الكام، قد يكون في نهايه الخامس بدايه السادس بالتداخل اللي بينهم، ده مفهوم المتواضع، لكن ما اعرفش بقيه الازمنه. ربنا يبارك حضرتك عزيزي. استاذه جولي، ممكن تعمل حلقه عن موعد قيامه الرب يسوع المسيح الحقيقيه، ولماذا نحن الارثوذكس نحتفل في توقيت مختلف عن التقويم الغربي؟ اشكر حضرتك جدا اختي العزيزه، واتمنى ان بكون بانطق الاسم صح مش مخطئ فيه. ارجعي حضرتك الى ملف حساب ميعاد عيد القيامه، وده عملته تفصيلا، واهو حساب ميعاد عيد القيامة والفرق بين الكنيسة الشرقية والغربية، وذكرته تاريخيا الاختلاف اللي حصل في القرن 16 1582 بسبب التصحيح التقويم اللي تم 10 أيام، ووضحت أن الثلاث مقاييس اللي الكنائس كلها كانت متمسكة بيها اضطروا بسبب هذا التصحيح العشر أيام الكنائس الغربية يتخلوا عن مقياس فيهم. واحد لازم يجي يوم حد، اتنين يكون بعد عيد الفصح اليهودي، ثلاثة يكون بعد الاعتدال الربيعي. ولكن لما حصل التصحيح بتاع قرن 16 1582 حصل اختلاف في بعض السنين، فبقوا ما يقدروش يلتزموا بالثلاث شروط، لكن الكنيسة الشرقية ظلت متمسكة بالثلاث مقاييس. أما عن موضوع حساب ميعاد عيد قيامة رب المجد بالضبط يوم ايه في سنة كام، ده طبعا شرحته في تفسيري الضعيف جدا على قد ضعفي في نبوة دانيال إصحاح 9 وموضوع 70 أسبوع، وممكن أحاول أقدم ملخصه على العيد السنة دي، ربنا يدبر. أشكر حضرتك جدا، لكن الإجابة بتاعت السؤال هتلاقيها في هذا الملف تفصيلا، ربنا يبارك حضرتك. أستاذ ديفيد نعمة وسلام رب المجد بتقول: ما هو تفسير وفي الصباح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك؟ مرقس 1:35. كيف نرد على المسلمين عندما يقولوا بالطبع من أراد أن يعلم الناس الصلاة والتقرب إلى الله لا يذهب إلى موضع خلاء حيث لا يراه أحد، ولكن هذا فعل عبد تقي بار يريد أن يخلو برب ويصلي بإخلاص له حيث لا يراه أحد ولا يشغل عن عبادة شغل. على فكرة الرب يسوع المسيح كان موجود معاه التلاميذ. لكن أقدر أقول لحضرتك أخويا الحبيب، ودي شرحتها بشيء من التفصيل على قد ضعفي تماما في موضوع ليه الرب يسوع المسيح كان بيصلي، ودي نقطة مهمة.
الرب يسوع المسيح كان بيصلي مش عشان بس يعلمنا الصلاة، ده واحد من الأهداف الأساسية، فهو المعلم الحقيقي، فهو فعلا المعلم، فهمني أخويا الحبيب. ولكن ده ليس السبب الوحيد، يوجد أسباب أخرى للصلاة، لأن الرب يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد هو إله كامل وإنسان كامل، طبيعته اللاهوتية اللي مش محتاج شيء، ولكن طبيعته الناسوتية اللي محتاج، لأنه شبهنا في كل شيء، فطبيعته الناسوتية محتاج يأكل الطعام الجسدي، أيضا محتاج يأكل الطعام الروحي. إيه هو الطعام الروحي؟ الصلاة. فهمني أخويا الحبيب. وإلا لو ما كانش المسيح كإنسان كامل بيصلي لأنه محتاج للطعام الروحي زي ما محتاج للطعام الجسدي، يبقى التجسد تمثيلية، فهو زي ما كان بيأكل الطعام المادي في أثناء حياته كان أيضا بيتغذى روحيا بالصلاة بطبيعته الإنسانية الكاملة. أيضا في صلاة الرب يسوع المسيح قال لنا محتوى الصلاة وكان بيعلمنا بيها، وده في رد على هرطقات كتيرة اللي نادوا أن الرب يسوع المسيح ما كانش له ناسوت، لكن سواء هرطقات الناسوت ده في اللاهوت أو هرطقات أن الناسوت كان هلامي أو الكلام ده كله. ده النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الناموس بيعلمنا أن احنا نصلي، والرب يسوع المسيح ما جاء لينقض بل ليكمل. فلذلك الرب يسوع المسيح اللي أكمل الناموس حتى في نقطة الصلاة، فازاي كان هيقول لما منكم يبكتنا على خطية هم يقولوا ده انت حتى ما بتصليش، وده بيوصي به الناموس. فهمني عزيزي. الحاجة الرابعة، الرب يسوع المسيح ببشريته نائب على البشرية، فكيف يكون نائب عني ببشريته وليس بلاهوته، رغم ان هو اله واحد الله الظاهر في الجسد وما بنفصلش طبيعة من طبيعتين، ولكن كنائب عن البشرية في جسده لازم يقود البشرية في جسده وفي أيام جسده يصلي كنائب للبشرية. وعشان كده حتى ده بما فيها التعبير على الصليب، إلهي إلهي لماذا تركتني، ده كان بيقوله ممثل للبشرية. أيضا أخويا الحبيب كشفيع عن البشر بيصلي باستمرار للآب كشفيع عن البشرية، من ضمن الأشياء الأخرى لأنه ملكنا وقائدنا فبيقودنا في جهاد الصلاة، وحتى لما يذهب إلى موضع خلاء لكي يصلي هو بيعلمنا نصلي إزاي وأنواع الصلاة شكلها إيه. أيضا بنفس المقياس والنقطة السابعة، لأنه رئيس كهنتنا ورئيس الكهنة لازم يصلي، لازم يرفع إيديه ويصلي. فدي نقطة إن هو يعلمنا واحدة من سبع نقاط، لكن يوجد نقاط كثيرة ليه الرب يسوع المسيح كان بيصلي. ارجع لملف اللي أنا قلت لحضرتك عليه وستجد الإجابة بشيء من التفصيل، وهي لماذا صلى يسوع المسيح إلى الآب، وستجد سبع نقاط بأدلة كتابية. أستاذ ياسر، نعمة وسلام رب المجد، بتقول كيف لنا أن نميز بين التطويب والعبادة؟ التطويب غير العبادة، لما طوب فلان غير أن نعبده، هل يصلح أن نقول بأن الشخص لازم نطوبه بأننا نعبده؟ لا طبعا. أو بمعنى هل نستطيع أن نطوب القديسين أم لا؟ طبعا نطوبهم، لأن ده كلام في الكتاب المقدس، لأن قسم من المبشرين يقولون ليس لنا أن نطوب العذراء لأن التطويب في الرب فقط، يبقى الكتاب المقدس غلط لهم من قالوا الكلام ده. ليه؟ مش الكتاب المقدس بيقول لفظا هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، ولا الكتاب غلط؟ ده في إنجيل لوقا 1:48، وده اللفظ المستخدم. فالقديسة العذراء مريم بتقول في الكتاب المقدس اللي مكتوب بالوحي الإلهي هو زي منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، والبعض يقولك لا ما نطوبهاش لأن ده معناه عبادة، يبقى الكتاب غلط. وطالما في خطأ في الكتاب يبقى الكتاب مين قال إنه ما يبقاش فيه أخطاء كتير؟ فمين اللي ساوى التطويب بالعبادة؟ بكرة يقول واحد لو بتحيي حد معناه بتعبده، وصلت للدرجة دي؟ زي دلوقتي قالوا حتى لما تقبل ايد حد بتعبده. ليه؟ يعني لما بقى قبل ايدين والدي معناه انا بعبد ابويا؟ ارجو عشان الخلافات الطائفية ما نحاولش نغير في الكتاب، بلاش المحبة والاحتمال وبلاش الخلافات الطائفية رجاء محبة، لكن التطويب مذكور للقديسين بما فيهم السيدة العذراء مريم، مذكور لفظا في لوقا 1:48، واللي يخالف ذلك يريد يوضح الكتاب المقدس قال ايه.
أستاذ سامي، نعمة وسلام رب المجد، قرأت أن طريق الآلام الذي سار في المسيح تم تحديده في القرن الرابع حين اعتنق قسطنطين المسيحية وأمر سانت مكاري بالبحث عن المكان، ولم يجده في الأرشيف الرسمي الروما، فصلى وعرف المكان عن طريق الصلاة، فأخبر الإمبراطور وصار ذلك المكان رسميا، والأركيولوجيين حاولوا البحث عن المكان الصحيح، لم لكن عندهم إلا نص يوحنا حيث يعطي إشارة طبوغرافية عن المكان، لكنهم لم يأخذوا كلامه مأخذ الجد ولم يعتبروه إشارة المكان الحقيقي، إنما مجرد كلام في رواية دينية. فهل هذا صحيح؟ لا، الكلام ده غير صحيح على حسب مفهوم البسيط. كلام صلب الرب يسوع المسيح وكنيسة القيامة محدد من البداية، ومحاولات إخفاء اليهود ليه فشلت، ولذلك حتى أثار الزلزال اللي موجودة بما فيها الشقوق موجودة حتى الآن في كنيسة القيامة. وده ارجع لي ملف طريق القيامة وهتلاقي محطات القيامة بالأدلة التاريخية قدمتها نصا أو بوضوح في أنا عملت 4 محاضرات كاملة اللي هو طريق الصلب، أنا آسف. فارجع الى طريق الالام وهتلاقي ال4 محاضرات دول، وتقدر تشوف الادله اللي انا قدمتهم عليها. ربنا يبارك حضرتك عزيزي. استاذ داني، نعمة وسلام رب المجد عزيزي، بتقول: سؤال حول شهادة المؤرخ تاسيتوس عن المسيح. يقولون بأن الباحثون قالوا أن هذا النص تم تدليسه وليس أصليا، ويرون أن سنة 1429 ميلادية أن هذا الشخص معروف بأنه اللي هو بوجي، مين بوجي ده؟ بوجي مان كتبه، هو أكبر المدلسين في المسيحية. بوجي؟ هو في واحد اسمه بوجي مسيحي مدلس مسيحي؟ anyway، بالإضافة إلى النص فيه خطأ تاريخي، وهو بينما رتبة بروكو ريتيور ذكروا لبيلاطس أنه الحامي أو النائب، بيلاطس الحقيقة هو المحافظ اللي هو البرفكت، كما أثبتوا النقش الذي نقشوا على المعبد بناء لشرف تيباريوس، وكان في محافظ منطقة اليهودية، وهذا النص لم يقع اقتباسه من أي شخص، فريد توضح مع الشكر. رجاء محبة للدعاء، هذا الادعاء يقدم الأدلة. يعني الموضوع بيقول على المدعي الاتيان بالبينة. شهادة يوسفوس لا محرفة، يا جماعة دي موجودة في كتابات يوسفوس اليهودية، لا برضو محرفة. شهادة تسيت لا محرفة، حرفها بوجي مان. ريلي؟ طب عندهم الدليل؟ طيب أقول لحضرتك على حاجة سريعة أخويا الحبيب. أولاً تاسيتوس هذا المؤرخ له كتابات موجودة لها مخطوطات زي الهستوريس وزي الأناليس، فكتابات تاسيتوس ما اعتمدتش على نسخ ألفت في القرن الـ15. كتابات تاسيتوس هذا المؤرخ اليهودي المعتبر، وده ليس ثقله لأنه ثقله كمؤرخ روماني معروف، ده في نهاية القرن الأول الميلادي، فكل كتابات تاسيتوس موثوق فيها فيما عدا شهادته للمسيح. وبوجي مان ده اللي من القرن الـ15 عرف يرجع لمخطوطات تاسيتوس في كتاباته القديمة الهستوريز والأنالس وعرف يحرفهم، يعني مش عارف أقول إيه. للأسف للأسف وصل الهجوم للا المنطقية فعلى المدعي الاتيان بالبينة. أما الاستشهاد بموضوع شهادته أن ذكر فيها بروكريتوس، وهي بروكريتير أو بريكريتوس، واللفظ اللي موجود أعتقد بروكريتوس، وده اللي تذكر أعتقد في كتاب الهستوريا لو أنا مش مخطئ، وأشار عدة مرات للمسيحية والمسيح على فكرة تاسيتوس المؤرخ الروماني في نهاية القرن الأول. هذا اللفظ أيضا يطلق على بيلاطس، فبيلاطس يطلق عليه perfect، ويطلق عليه أيضا نفس اللفظ البروكريتور. ليه؟ لو رجعت معايا، وعلى فكرة لو حطيت أصلا هذا اللفظ اللي هو اللي ذكره تاسيتوس اللي هو بروكريتور أو بروكريتورز، هذا اللفظ أيضا كان يطلق على المحافظين وعلى البرفكت اللي مسكين الولايات أو المقاطعات. الكلام ده على فكرة اتذكر في مراجع، لو أنا مثلا فتحت قدامي Journal of Biblical Literature Volume 81 ذكر هذا الأمر، أن بيلاطس وجد عليه وثائق اتذكر بالاسمين البرفكت أو بيرفكتوس، وأيضا البرافلكتوس. ف
فهو بيرفكت والبارافليكتوس الاثنين، والاثنين دول متشابهين على فكره. البروكريتور اسف، فواحده معناها انه له الحق في الحكم فهو الحاكم، والثانيه بالنسبه لأغسطس او اللي هو قيصر ان هو ايضا اللي هو البيرفكت. فهمني عزيزي اقصد اقول لحضرتك ايه، يعني عندنا ادله انه الاثنين كانوا من الالقاب، وحاليا حضرتك بتشوف ازاي يعني رئيس الدوله، رئيس مثلا مصر بيتقال عليه هو الحاكم العسكري، فهل رئيس غير الحاكم؟ ولو لقينا في كتابه رئيس مصر ولقينا لقب تاني الحاكم او الرئيس الاعلى للمجلس العسكري، ده كده معناه انه غلط. ده للاسف النظره العدسه بتاعه الهجوم على الكتاب. فاولا على المدعي الاتيان بالبينه يا ريت يجيبوا لنا بوجي مان ده ازاي عرف يمشي من القرن ال15 يرجع لكتابات تاسيتوس بمخطوطاتها القديمه، وفي نفس الوقت ازاي يخطئ المراجع اللي وجد فيها اسم سواء اللوحه اللي ذكرت باسم بيرفكت او سواء المراجع اخرى القديمه اللي ذكرت بقيه القاب بيلاطس. اشكرك جدا عزيزي وربنا يبارك حضرتك، وارجو انه يعني توقفوا الناس دول عند حدهم، اول ما يتكلموا تقولوا لهم على طول قدموا الدليل. ربنا يبارككم. اسف استاذ رياض نعمه وسلام رب المجد بتقول في ايتين مش عارف اوفق بينهم، إذ نقرأ في سفر رؤيا أن المسيح سيحاسب كل إنسان حسب عمله لكونه الله لا يظلم أحد، رؤيا 22-12، وها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجز كل واحد كما يكون عمله، ولكن في نفس الوقت سيتم إدانة من لا يؤمن بالمسيح، يوحنا 3-26، الذي يؤمن بالابن له الحياة الأبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله. فأنا مش فاهم كيف ستكون مجازاة على عمل صالح وعقاب بنفس الوقت على عدم إيمانه بالمسيح. بص أخويا الحبيب، دايما حتى نفس الفكرة اللي بيحاول يقول لك لا بولس نادي الخلاص بالإيمان ولكن المسيح قال الخلاص بالأعمال، لا بولس قال الخلاص بالإيمان ويعقوب قال الخلاص بالأعمال، رغم أن الموضوع أبسط من كده بكتير. الرب يسوع المسيح وبولس ويعقوب والكتاب المقدس وضح الخلاص بالإيمان العامل. فهمني؟ الإيمان لازم يكون عامل عشان يكون حي. أعمال بدون إيمان ولا حاجة، إيمان بدون أعمال ميت. فالإنسان اللي آمن بدون أعمال مش هيخلص، الإنسان اللي عمل أعمال وما كانش يؤمن بالرب يسوع المسيح لا ليس له خلاص. الخلاص بالإيمان العامل، ومعلمنا بولس الرسول كمان كمل الإيمان العامل بالمحبة. الإيمان العامل ده لما يتكلم الرب يسوع المسيح ليجازي كل واحد على أعماله، عمل الإيمان، الإيمان الحي. ولما يتكلم على يجازي كل واحد على إيمانه، الإيمان العامل. فما فيش تناقض ما بين الاثنين. اقرأ رسالة معلمنا يعقوب واضحة جدا في هذه النقطة. ربنا يبارك حضرتك وأشكرك جدا، وأسف أن أنا سرعت عشان كانت يمكن أسئلة شوية كتيرة النهاردة، لكن أخذت بركة كبيرة لا أستحق. ربنا يبارك حضراتكم، سامحوني لو أخطأت في أي شيء، سامحوني لو اختصرت وأعتذر وبشدة. ربنا يبارك حضراتكم، ونتقابل يوم الحد الجاي في فترة أسئلة عامة، هتبقى الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة من 8 إلى 10 مساء، لأن الثلاثة الجاي مفيش فترة أسئلة، هي هتبقى يوم الحد. ربنا يبارك حضراتكم ويحافظ عليكم، وأشكركم جدا، وأشكركم في صلاتكم.